طيب انا هاخد من دوت واجي لك كابتن شريف في جزئيه مختلفه شويه. الجزئيه المختلفه وانا يمكن لعبت اربع خمس لقاءات قمه مع نادي الزمالك. احنا نتمنى ان الزمالك يلعب فول تيم واحنا نلعب فول تيم، عايزين نتمتع بالماتش. الموضوع السوشيال ميديا اللي داير دلوقتي، مثلا جماهير النادي الاهلي اصل فلان عنده كورونا فمش هيلعب، وجماهير نادي الزمالك اصل فلان عنده كورونا مش هيلعب. انت شايف الجزئيه دي ازاي؟ و هل يعني انت موافقني ان من الافضل ان احنا النادي الاهلي ان شاء الله فول تيم ونادي الزمالك فول تيم عشان نستمتع بمباراه فنيه على الاقل بمستوى جيد يعني؟ والله يا كابتن هاني هقول لك على حاجه، هو حدث كبير جدا اولا يعني. طبعا. اولا واخيرا هو اهلي وزمالك نهائي افريقيا في مصر، مباراه واحده مش مباراتين، ده حدث لا كلما ان احنا هنشوفه. صحيح. ولازم نعود نفسنا على ان شاء الله ان الفاينل ده هيبقى مباراه واحده يعني. صحيح. اعتقد يعني. جاهزية اللعيبة بالنسبة للكورونا، أنا شايف إن في لعيبة طلع عندها كورونا إيجابية وبعد ثلاثة أيام بقت سلبية. أنا شايف إن محمد صلاح روح هناك إنجلترا قالوا له لا بقت سلبية، فأنا شايف حتة التحاليل دي فيها مصداقية وعدم مصداقية، فيها شك كبير جدا إن النهاردة بيطلع على لعيب في السوشيال ميديا إنه عنده كورونا. وبعد ثلاث اربع ايام سلبي. فالحكايه دي يعني زي ما كان حشيش بيتكلم، هو كنت بتتكلمه في الجاهزيه بتاعه الفريق اصلا للمدير الفني، هي دي حته الاعصاب اللي الناس بتطلع ابسايد داون في لعبه متشقلبه مع الحكايه، فلازم كله يبقى جاهز. انما انت بتطلب ان انا ابقى بالفول تيم بتاعي ونادي الزمالك بالفول تيم بتاعه، من حق نادي الزمالك يبقى عنده فول تيم، من حق انا كمان طبيعي ان نطمع في اكتر من الفول تيم كمان بالدكه بتاعتي. لا انا اقصد ان الجماهير ما تتمناش مثلا، جماهير النادي الاهلي ما تتمناش مثلا ان فلان وفلان وفلان ما يلعبش. مشكله كبيره وصلنا يعني للمرحله دي ان احنا بنتمنى دلوقتي. ده ما هو ده للاسف يعني، ما هو ده انا بتكلم دي صوره سلبيه، حاجه صعبه جدا لان المرض ده ما فيهوش بالظبط يعني ان انا اتمنى لغيري يعني، ده ولا لا ولا اشمت حتى طبعًا يعني طبعًا حتى لو وفي ناس بتستخدمها معلش يعني في حته تانية بقى، في ناس بتستخدمها كحرب يعني، طلع اشاعه على مثلا فلان الفلاني جاله كورونا لعيبه والدنيا يعني بالذات الايام دي يا كابتن محمد كتير جدا جدا وما تعرفش الحقيقه فين. الاهم من ده كله ان الاتحاد الافريقي هو اللي هيعمل المسحه قبلها ب 48 ساعه واللي بقى مدكن واللي مش عارف عامل ايه. ما تستخباش يعني، انت فاهمه ازاي؟ هم بيستغلوا زي مثلا لعيب لسه ما جاش من بلده من المنتخب مثلا، فزي بن شرقي مثلا بيطلعوا عليه انه عنده كورونا. اي حاجه بس عايزين يلاقوا الوسط الرياضي بالنسبه للزمالك او للاهلي او لاي حد. النهارده انا عارف ان كهربا سلبي يعني ما فيش كورونا، لعيبه ثانيه سلبي، بيستجد لنا تاني لعيبه مش موجوده على الساحه يقول لك لا ده عنده. بس كابتن شريف